بحجم قناة السويس وأضخم من السد العالي، عجز العلماء والخبراء عبر الأزمنة المختلفة من تنفيذ المشروع لضخامته. مرت العالمية الأولى والثانية، وخاضت مصر حروب عدة في وقت لاحق، والمشروع بقي على طاولة الملوك والرؤساء ولم يتحرك من مكانه دون أن يملك أحدهم القرار الشجاع لتنفيذه. أمر يبدو طبيعياً عندما تعلم أنه مشروع يحتاج المليارات وعشرات السنين من العمل، وعشرات القنابل النووية التي بإمكانها أن تحدث تغيرات كبيرة في بنية الأرض. مشروع منخفض القطارة سيكون الأضخم في العالم لو تم تنفيذه. وفي ظل ثورة المشاريع المصرية العملاقة، هل يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المشروع؟ منخفض القطارة منطقة منخفضة كبيرة في صحراء شمال غرب مصر في محافظة مطروح، أدنى نقطة فيها هي 133 متراً تحت مستوى سطح البحر، وهي ثاني أدنى نقطة في إفريقيا بعد بحيرة عسل في جيبوتي، وهي حالياً صحراء شاسعة غير مأهولة. تكمن فكرة المشروع العملاق بإدخال المياه إلى المنخفض عبر ربطها بالبحر الأبيض المتوسط، إما عن طريق الأنفاق أو القنوات لتوليد الطاقة الكهرومائية. والبديل لحفر الأنفاق سيكون مد خط أنابيب بطول 320 كيلومتراً، أي أطول من قناة السويس البالغ طولها حالياً 193 كيلومتراً. إذا غمرت المياه المنخفضة إلى مستوى سطح البحر، فإن البحيرة المتكونة ستغطي ما يقرب من 20,000 كيلومتر مربع، وهو ما يعادل مساحة بحيرة أونتاريو في كندا. لكن من أين جاءت فكرة هذا المشروع العملاق؟ وما هي فوائده؟ وكم تبلغ تكلفته؟ عملاق مصر الجديد. أول اقتراح موثق لإغراق أجزاء كبيرة من الصحراء الكبرى كان من قبل الجغرافي الفرنسي فرانسوا إيلي رودير عام 1912. ألهمه بذلك الاقتراح الكاتب جول فيرن بكتابه غزو البحر، ونوقش المشروع بمزيد من التفاصيل من قبل جون بول وكيل الجمعية الملكية البريطانية في عام 1927. أجرى بول أيضاً أول حسابات أولية حول معدل الملء الذي يمكن تحقيقه ومعدل التدفق وإنتاج الكهرباء والملوحة. وفي عام 1957 اقترحت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على الرئيس إيزنهاور إمكانية تحقيق السلام في الشرق الأوسط عن طريق تنفيذ منخفض القطارة، وذلك لتحقيق عدة أهداف، منها تغير المناخ في المناطق المجاورة وتوفير فرص العمل للفلسطينيين واستخدام القنابل النووية من أجل السلام. والهدف الأهم هو لفت انتباه الرئيس المصري جمال عبد الناصر إلى أمور أخرى غير الحرب، وجذبه إلى المعسكر الغربي لإبعاده عن المعسكر السوفيتي. لكن جمال عبد الناصر فضل مشروع السد العالي على مشروع منخفض القطارة. مرت الأعوام وصولاً حتى عام 1964، لوقت مجيء البروفيسور الألماني فريدريش باسلر، الذي أصبح فيما بعد المسؤول عن تخطيط وتمويل أنشطة المشروع. تم تعيينه لإجراء أول دراسة جدوى أولية من قبل وزارة الاقتصاد الفيدرالية الألمانية. قاد باسلر فريقاً من 8 علماء وفنيين معظمهم من الألمان، يعملون على تخطيط أول محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية الشمسية في العالم. وقامت شركة باسلر عام 1975 بالتعاون مع عدد من الشركات المعروفة بإجراء دراسة جدوى للمشروع، وخلصت الدراسة بتوجيه مياه البحر الأبيض المتوسط عبر قناة أو نفق نحو منخفض القطارة الذي يقع تحت مستوى سطح البحر لتوليد الكهرباء من ضغط المياه القادمة. أما الماء سوف يتبخر بسرعة بسبب الطقس والجفاف الحار، وهذا من شأنه أن يسمح بدخول المزيد من المياه إلى المنخفض، مما يخلق مصدراً مستمراً للكهرباء. في المرحلة الأولى من المشروع كان من المقرر أن تقوم محطة القطارة واحد بتوليد 670 ميجاوات، وكانت المرحلة الثانية تهدف إلى توليد 1200 ميجاوات إضافية. ومن شأن منشأة تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ أن تزيد القدرة الإنتاجية القصوى بمقدار 4000 ميجاوات أخرى. لكن المشكلة الأساسية التي واجهت فريق باسلر هي تكلفة الحفر المرتفعة وصعوبة الحفر في المنطقة، وستكون هناك حاجة إلى إزالة الألغام والملايين من الذخائر غير المتفجرة التي خلفتها الحرب العالمية الثانية في شمال مصر.
قدم باسلر حلاً لهذه المشكلة عبر استخدام المتفجرات النووية، وبدراسة قام بها وصل إلى أنه بحاجة إلى 213 تفجير نووي، ينتج كل منها 1.5 ميجاطن، أي 100 ضعف قوة القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما. لكن ظهرت مشكلة بهذا الاقتراح، وهي أن موجات الصدمة الناتجة عن الانفجار قد تؤثر على صدع البحر الأحمر غير المستقر من الناحية التكتونية، والذي يقع على بعد 450 كيلومترا فقط من موقع الانفجار. وهناك خطر آخر يتمثل في زيادة تآكل السواحل، لأن التيارات البحرية يمكن أن تتغير بطريقة تؤدي إلى تآكل حتى المناطق الساحلية النائية. لهذه الأسباب رفضت الحكومة المصرية آنذاك الخطة. أما عن فوائد المشروع فلا حصر لها، إضافة لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة التي يمكن أن توفر على الخزينة المصرية في الوقت الحالي ما يقرب من 1500 مليون دولار. فسيساهم هذا المشروع بتحويل هذه المنطقة الصحراوية والجافة إلى مساحات خضراء، وذلك بسبب المطر الذي سينتج عن البخار. كما يمكن أن تتحول مصر إلى أكبر منتج للأملاح في العالم إذا ما قامت بإنشاء مشاريع لسحب المياه من المنخفض وتحويلها إلى أملاح. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تزيد البحيرة الصناعية الضخمة من ثروة مصر السمكية، وستتحول هذه المنطقة النائية والمعزولة إلى مسكن لملايين المصريين الجدد، لأن المشروع سيخلق عشرات الآلاف من فرص العمل، خاصة بعد أن تتحول البحيرة إلى منطقة سياحية. ونظراً لأهمية المشروع الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، قامت شركة إيجيت كونسلتنج في أبريل عام 2023 ومقرها في لندن بتوقيع اتفاقية في القاهرة، وذلك من أجل إعادة إحياء المشروع عبر إجراء دراسة جدوى جديدة تتضمن استخدام التكنولوجيا الحديثة لعمليات الحفر، خاصة أن الدراسات السابقة المعمولة قد مرت عليها عشرات السنين. وفي ظل التطور الحالي قد تكون الكلفة والوقت أقل من ذي قبل. ستقوم الشركة بعملها بشكل مجاني دون تكلفة على الحكومة، وذلك دعماً لجهود مصر في المشاريع البيئية الخضراء. وقبل عام 2023 وتحديداً في عام 2016 أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً يفوض فيه وزارة الكهرباء بتشكيل لجنة لإعادة تنفيذ المشروع. فهل يبصر المشروع النور في عهد الرئيس المصري الحالي بعد أن مر عليه أكثر من 100 سنة على طاولة المشاريع المخطط لها؟